الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فعنوان اللقاء ونتنين جاء خذرتي مثيتين الحمد لله معروف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ثم كورنا نصفو الزكسن بعض النتفذ يعني نتعرف المحاضرات وهو نهار إن شاء الله نسير أسباب الذل وطريق العزة فالذل لا شك أن حاليا نمخلنا إذا نضي المحاضرة أن الحال أحوال المسلمين حاليا أخذ جن الضعف جن الذل جن الهوان ولكن الأمة ذاكس الخير عاد ماشي نكس الخير نهائيا ولكن ماشي الأمة إلى جت مزقاروت ذاكس القوة ذاكس الشهامة ذاكس مثلا يعني العزة لا وإنما الأمة ذاكس الخير ولكن ذاكس الخير قليل فلأجل ذلك إخصنا غنسن الأسباب الضعفة ثانيتا باش نعالج لأن مخق النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فما دام أن الأمة يا ثانيتا ذاك سجن الداء يجي المرض المرض اللي يمكن 4 ساعات تقاز يمسي 4 ساعات تسمى يجمع صيدار 4 ساعات تسمى يتسبب زكيدو سوت إلى غير ذلك فذين شي الدواوات أنه يعني يتسبب إحياء الأمة يا ثانيتا يتسبب تقوية الأمة يا ثانيتا يتسبب العزة الأمة يا ثانيتا مرة نزرع نغمرة نبحث هالأسباب الذل انت في ثند مثلا انت بزاف الاسباب ولكن من بين الاسباب الرئيسيه وكل شيء الاسباب اني تعقابن الاسباب اني نير السببين اني هم سببين اثنين الاسباب رئيسيين وهو الابتعاد عن دين الله جل وعلا الابتعاد عن منهج الله تبارك وتعالى ونتين يتنقسم اثنين الاقسام فالابتعاد دين الله عز وجل يعني اما يتيري انه منازم ويتكشي الاوامر الله تبارك وتعالى كما ينبغي نير ويتكشي نير يتق النواهي اني مخفينها الله عز وجل فالله تبارك وتعالى مرمينا نغزجر جاني وذان وتزجر شي اننا وسم شي الخمر جاني وذان السن اما انه 4 ساعاتين الانسان ويتق شي الامر اني 4 ساعات يتق النواهي ولكن لا شك ان العصر انه النواهي اقتزق الامر ان الامه ذاك المخالفه الله جل وعلا اقتزق من جاء يعني الامر بالمعروف وكذلك السبب اثنين وهو من الاسباب الرئيسيه يعني كلام اور بعض الجهله بعض اليوذان بعض الاغمر جي الامه جي السلف جي العلماء جي العلماء الربانيين وخصوصا اني مقرانا اتفذ منافم ويسن خليها ديك روضو ويسن خليها ديك مثلا الاستنجاء في ناس ثم انت بعد ذلك يتطاول خل العلماء يساور خل الدعاة انت ويتقدم والو انت يتقيار بوكارو يخدم نغي طحسات السا العلماء خدمن تألافن رشدن الأمة ومع ذلك انت يتنكي قرصنا قودي واني يقى مبتدع واني كافر واني مرتزق واني 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 الأسباب هنا إن شاء الله أتنسن الكلمة يا ثنيتين الموجزة حتى باشا ان شاء الله نطول شيخكم الله جل وعلا بالنسبه للاصل امزقر وهو مخالفه الدين الله تبارك وتعالى مخ الشعار الدوريه فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لكن هل شي نعتصم يعني نطفق كتاب الله تبارك وتعالى فهما وقراءه وتدريسا ودراسه وتعلما نذ اننا 4 ساعات نقى القران ولكن السن من نقى يقال الله عز وجل يعني الانسان مرة ويتكشيس القران نيغ مثلا غاص القران ولكن انت وداك سي قاشي نيغ غاص القران ولكن انت عمص ما داك سي خزا نيغ يتسنى في القران كي رمضان رمضان التراويح فالله تبارك وتعالى قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى المهم
أن الله تبارك وتعالى يبين بأن من أسباب الذل هو الإعراض، هو من الذي وشعر لنس لكتاب الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى قال لك ومن أعرض، وني غاي عارض وني غاي شناعر القرآن، ومن أعرض عن ذكري، الذكر ذا القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومقان الضنك، الضنك هي مضيقة، أم ضيقة أني إذا استعمل الرابوز يتيري غاسبور مورذينس مضيقين، أمن يتيري وغاسبو الحياة الطيبة، يتيري أقف مذلول، أقد قيجن الضنك، قيجن الخيبة إلى غير ذلك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمفهوم الآية، مفهوم الضن أنه وني إغا يتمسكن ذكر الله عز وجل تيري غاسي جن السعة دي الحياة نس، تيري الحياة نس مباركة. بل إخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه يوم القيامة أذيس النبي صلى الله عليه وسلم أذيشك إلى الله عز وجل، يشتكي إلى الله تبارك وتعالى زي بعض نيوذان زي الأمينس، وقال الرسول يا ربي إنا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا مرى النبي صلى الله عليه وسلم يسيد إلى يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى وأمام الأمينس، ثم إشكى الأمة إلى الله عز وجل بأن العباد، بأن القومين الأتباعين، أنه نعم أتباعي ولكن تخذن القرآن ويتين مهجورة، أتقان شيء القرآن قد ذكر جرب عاد ساعاتين من لازم يستغ القرآن زعما يزوق شي حاجة ذاتي في تقين الخزانة نيغ يستغ مثلا شيء الكادر ذاك الآيات يتعلق إثن القرآن مش يسيد أتنعلق، وإنما القرآن يسيد باشا أنكزكز، لأنه هو منهج حياة، منهج حياة قيد الدثين، منهج حياة قيد المجتمع، منهج حياة قي الخدمث، منهج حياة قي التربية نحنجان، منهج حياة قي التخلق النفساني. أن القرآن أمخن الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي شيء إلا ذكر الله عز وجل. علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله، لأن جان إذا مثلا قال القرآن وتفهم من شيء ثني، لأن الله تبارك وتعالى يخرق ثني الأصناف نيوذان من هذا يتفهم، من هذا يتفهم شيء، ولكن وني يتفهم شيء إخصاص ويسقى شيء، هذه سقصة وني يتفهم، كذلك وني يتفهم إخصاص ويسقى شيء، لابد هذه المديني ني غادي يسر مديني وتفهم من شيء. فالله جل وعلا يخرق الذي يعلم والذي لا يعلم. بالنسبة لقراءة القرآن جان تسمى يعني أمغن ثلاث جان المقرئين غاسن تجويد غاسن تسمى يعني غاسن تسمى غاسن الترتيل غاسن أمغن توقع مثلا كي قراء مصر مثلا عبد البسيط عبد الصمد الشيخ شلتوت الشيخ بن صديق المنشاوي رحم الله الجميع، ولكن ما لم نادم يصنف القرآن مرمي قان سنين القرآن نغ الطبلاوي نغ أي واحد مرمي قان القرآن أتفذ أنت يمر سجل آيان العذاب يقى في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انسي قنص الله يزيدك يا شيخ الله يزيدك. هل ويتين يفهم القرآن ويتين وتفهم شيء؟ بل ذين نصنف الشارد ذاقس وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فقال اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم قاث اللعنة ويتين العذاب، ولكن وكي جعلن من ذمني أذين الدعاء اللهم اجعلنا منهم نيق الله يزيدك الله ذين عدم الفهم لكتاب الله تبارك وتعالى. لو أن الإنسان يتمعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زقل هادينس أنه إلى يتعجب أضغان خاص الصحابة، فيجن هاي نسي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي غاخي القرآن، نسي يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ما أضغاخك القرآن وشك القرآن ينزل تسمغاك يقهك جبرائيل عليه السلام، إنس إني أحبه إني أحب أن أسمعه من غيري، لأن القرآن مريك خاشني الجن وجمخ مرض قدش 4 ساعات. نعم لإنسان مخن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ المرء مثلا آية ألف حرف ألف لام ميم يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم ولام حرف وميم حرف، يعني كل حرف غاك ذاك 10 الحسنة، لكن ران سعاذين وقعت قعان إن شاء الله منايا أنه من ذمي سورة مريم على سبيل المثال، ثم ويتأمر شي ذاك بزاف، ولكن ما ليس شين الشيخ قا شين الصورة سورة النسيق في ناس يتستنبط ذاك بزاف الأحكام، يقرأ سبحان الله الآية ثانيتا يعني في شكر الذكرى كذا وكذا، مع أن انت تيري غراط رغني ما يميل أن القرآن أوقع جي النفوس ما لم نذم يصنفص زي شي المقرئ. والنبي عليه الصلاة والسلام ثم يحظى الأمة ثم يبين نيجي الإعجاز نيجي الحديث أنه
نشني حاليا القران الحقيقه المعظم اللي وذان قال القران الا خ القبور خي مضران ما يمي باش هذاك السن 2000 فرانك منين غ 2 يورو منين 10 دراهم نير قيل المآثم قا الجنازه اقا درت ايام اقا 40 يوم اقا عام اقا عيد الوفاه الى غير ذلك. قال القران غير بالنسبه للوفاه مع ان الله جل وعلا وينزل شي القران خ الاموات وانما ينزل القران خ الاحياء. من يقرا سوره ياسين ياك سوره ياسين دائما قنت خي مضران كانت خيمة من بيسمعني انطرن الله عز وجل يقول القرآن قال سورة ياسين سيخ فيس إخراك لتنذر به من كان حيا ماشي من كان ميتا. إذا وني ذيني وسينفع شيء القرآن وسينفع شيء اللحظة عني من غا تنفع ما عليك شيء قات انت لتنذر به من كان حيا. والرسول عليه الصلاة والسلام جن تسمعني جن حديث معجزة الحقيقة ثم يوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ من قرأ القرآن فليسأل الله به. بمعنى أن الإنسان مرة يقرأ القرآن يكمل هذه يدعى الله عز وجل أسني اللهم بحق كلامك الله لأن القرآن صفة من صفات الله جل وعلا صفة الكلام فاللهم بحق القرآن افرج عني نغ كذا نغ رزقاي نغ إنك ثم سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. فهذه المعجزة النبي عليه الصلاة والسلام مع أن إلى جاء العهد مني إلى ويجي شيء منايا ولكن منايا ضعف اليقين بالله جل وعلا زيج الناحية وزي الناحية نظن ضعف اليقين سلكي تباونيتا أنه نسنت الله جي مغران نيغ سمعني جي الجنازات. وكذلك من بين أسباب الضعف من بين أسباب الضعف هو عدم طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله عز وجل قال إن تطيعوه تهتدوا. يعني أننا مرة نطيع النبي صلى الله عليه وسلم أني رخيج الخير وأذي طبق خنا قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ما يملي أن نطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله عز وجل واجبة وكذلك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. بمعنى أن من هذا ما يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ما رو يطيعش النبي هل يكون يطيع الله ويطيعش الله. يقرأ جيجن الآية نظن ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله إذا ومن يعصي الرسول فقد عصى الله. فطاعة الله عز وجل وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام عمص أتنفاق دائما جاني وذن مثلا دعان قناك نشين تحب النبي صلى الله عليه وسلم تحب نعم يجي يجيش مسلم على وجه الارض يقرر نش تحب شي النبي لا ويجيش. ومع ذلك الله عز وجل ينزل يجي الايه تمتحن تمتحني وذاني قال بان نشين تحب النبي عليه الصلاه والسلام يقال قل ان كنتم تحبون الله ما راكني اتبع من الله جل وعلا اتبع من النبي عليه الصلاه والسلام قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. ثاني تن العلامه المحبه النبي والمحبه الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من ثمرة إغانكسين شني زي المحبية لله تبارك وتعالى والمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام يحببكم الله. فالثمرة إيجي جاي غتيري مرم نذم أحب الله جل وعلا أطاع الله عز وجل واتبع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ليس طاعة النبي عليه الصلاة والسلام سالقول نغ ليس طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إجن تما إجن تما إجن نحاجث أنت مثلا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في القول والاعتقاد والفعل. أمر إنك تدعي حب محمد وأنت تعصيه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. يعني أن الإنسان مريض يحب النبي عليه الصلاة والسلام إخسس أضيطع. إذا الطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ماشي سواوار ولكن سالأفعال وهو الإيقاف عند حدوده والفعل بما أمر عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يبين بأن الأمة ما لو تعشي النبي عليه الصلاة والسلام تيريام الشغل يسكي جن الضعف للهوام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الصحابة غير سبيل المؤمنين الصحابة ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذا لا خير في أقوام وطيعنش النبي عليه الصلاة والسلام
ولا خير في أقوام لا يطيعون الله جل وعلا، ولا خير في أقوام لا يوقرون الصحابة. يمكن أن يأتي جناك يقاش طيع الله طيع الرسول، ولكن الصحابة لا، لأن الله عز وجل ذكر ذلك القرآن، ومن يطيع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. مري بعد زقي النبي إن حارف زقي النبي يعني زقي الهدي النبي زقي السنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، انطق خل علم خل معرفة واتبع، ومن يشقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمن هو أبرد السلف الصالح، أبرد الصحابة، أبرد أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أمنا عائشة رضي الله عنها فقيهة الأمة، معاذ بن جبل، حفصة، إمام مالك، إمام الشافعي، أبو حنيفة، أحمد بن حنبل، الأوزاعي، البخاري، ابن عيينة، كل هؤلاء جبال، كل هؤلاء سبيل المؤمنين، وهم السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره. من غيوقعني يا ربي عن أمر من؟ يقرأك الساس هذه قرح حساب من هذا مني غيخالفن النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر من؟ عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ما النتيجة يا ربي ما رانش خالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تصيبهم فتنة، الفتنة قنغ ذقس، الفتنة قنغ ذقس، والعياذ بالله، أجرنا وإياكم من الفتنة. الفتنة قنغ ذقس، القتل، التشريد، الضعف، الهوان، التخلف، تخلف ديني، تخلف عملي، نظلم ياويا إلى غير ذلك. ميمي فليحذر لان النتيجه عدم يعني تسمى نشيل القران. ميمي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. والله عز وجل اخبرنا في القران انه من توقع حاليا بما كسبت ايدينا، بما كسبت ايدي الناس، ولكن الله عز وجل ممكن يجينا ينظر ويعفو عن كثير. لو ان الله عز وجل يعني يطبق خانق العدل جل وعلا خمينتك أم يلو لولا عفوه ولولا رحمته سبقت غضبه. ومخينا جيجن الحديث أنه أتف إهركان القرشي يذنق سبحانه وتعالى بكن بكن أتف روح ذاك سقع يذنق. والنبي عليه الصلاة والسلام جيجن الحديث عظيم زي أحاديث النبوة إنك وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. حديث إظهار بين واضح، يعني أن من هذا المرء خالف النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليه الذل والصغر، يعني تلي مذلول. العائلة مرة خالف النبي عليه الصلاة والسلام جعل عليها الذل والصغر. الأمة مرة خالف النبي عليه الصلاة والسلام جعلت عليها الذل والصغر. ما يميل أن نخالف طريقة الهدى، نخالف النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما السبب رخينا؟ أسباب الذل، ولكن خصنا غنسن ما يجي أسباب النصر. أسباب النصر مخي قال الله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم. إذن إن حرف شرط، لابد أن من هذا باش ينصر، باش تنصر الله جل وعلا لابد اخساس خلي ينتدي بذل المجهود هذه نصر الله عز وجل. طيب هل الله تبارك وتعالى مرمينا نغ الله عز وجل ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، هل الله عز وجل محتاج يغانشني؟ يعني هل الله عز وجل اغصب القوه؟ هل الله جل وعلا اغصب المعاونه؟ هل الله عز وجل يحتاج الى معاونه الخلق نس؟ بل إننا نغجيج الآية نظن إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالمين. إذن شني لا تنفعنا معه طاعة ولا تضرنا أو ولا تضره منا معصية. نعصات ضارة يخفنا انطيعيز نفعت ما يخفنا، مع أن النفع عن الطاعة برحمة من الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أحد يدخلون لا أحد يدخل الجنة بعمله. قيل يا رسول الله ولذيج جن مدياز قنت زجان إنك ولذيج ينس وأنت يا رسول الله وسينيش إلا قد نجد الرسول جد النبي كذا وكذا عليه الصلاة والسلام ينس ولا أنا إلا أن يتغمدني الله
برحمته ولا أنا. يعني أن الله عز وجل من ميغادين غيستيف إن شاء الله نسأل الله عز وجل ذلك للجميع أن من ميغادين غيستيف الجنة هذا نغيستيف في صار رحمة فينس وإخصاص ويقشش إجراء قيد زاد جير زومير زكير تينتا نعم فيتي الأفعال سبحانه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فالله عز وجل لا يضيع أحدا. فسبب النصر نهوض الأمة من أذن بشتي للأمة إنس عزيزة قوية وهو أنه أنا عقب القرآن إن تنصروا الله ينصركم ونصر الله عز وجل ميجي إتيري أنه أنا عقب إلى القرآن السنة أن طبق ماذا نغينا الله عز وجل يخفنا قبل ما نفغ أبارة قبل ما نفغ يوذن أبارة أنت دعي يوذن أنت دعي يخفنا لأن نشني يعني مملؤون مخالفات نشني غنغل مخالفات إما ظاهرة نغباطينا من هذا ما ديك الاجتماع أقل أهلي نس أقل مغاطي نس أقل حنجينس إجنت ورقي الأسبوع لكن مقصرون أتزغييني ما يتجاء المخالفة المخالفة أنت مغاط المخالفة إنو المخالفة نحنجي المخالفة نتخنجي بعد السلف يقرأ كنت أعرف أثر مخالفتي لربي بشيء يحدث في دبتي الدبة ينسمرمي يتن كما هذا نسمع الصباح طلب انتهيات الرنكة يقرأك يمكن المعصية نيك يخشي المعصية يظنط ذا مغاثين سمرض من غاكي سنانيت يقرأك يمكن شي المعصية يخ زاد تقن الحساب نشي نتقيا نتق المعاصي يمرض وقعانك لا قدر الله شين عاش شي المصيبة انا قرأس يا ربي مين قيس ودينك مين قيغ يا ربي باقي شين عاش انت يتقيا ريتك بل ويتضجي شي قع يمكن قع انت قرأس مين قيغ ربي. فهل هذا يعني ما روى الحل الأمة أتنصر الله جل وعلا ينصر شيء لأن السنة الكونية هو أن النصر لصاحب القوة رغة تاويذ يجن ضمو ضعيف يجن قاوي وغير ينقين ميزان القوة وغير غربا القوي لأن ثا تسمى يعني سنن كونية لكن ما رويش يجن غاس الإيمان غاس العقيدة ينس غاسي يمكن هذا يغربوني صاحب القوة صاحب القوة ما يميلي أن الدوافع الإيمانية الزخر انت ديجي جعلن أنه أذي انتصر خون الظن. وكذلك الله جل وعلا قرنغ إن ينصركم الله فلا غالب لكم فإخسنغة نسن. فالله جل وعلا مرى ينصرانغ وذين بوشين الغالب خانغ نشني إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي من بعده ينصركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فمن ذا الذي ينصركم من بعده إن ينصركم الله فلا غالب لكم ولكن مو خاص هذا ينصر الله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم مرض طبقم كتاب الله عز وجل جي دودرينكم أشكم نصر مرض طبقم القرآن السنة جي الخذ مثلكم أشكم نصر ولكن مرى يعني من هذا المقف مملوء المخالفات الله عز وجل زي سننس نشنو قاشيه مخقان اربع عارف الله عز وجل ويز مادي ينصر الاميه لا قوى الكلام خطير العقيده المعتقد. فالله عز وجل على كل شيء قدير ونقاشي ويز ماشي ولكن والكلام خطير قنت بعض الناس ان الله عز وجل ويز ما هذه ينصر الامه لا الله عز وجل قدير على كل شيء لكن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أمير المؤمنين أبي حفص إلى مرمي يتسقذ شي الجيش شي الغزوة من إلي يقع من إلي يقرس إلى أتباعينس إلى الجنود الني مع أن أنت الأمة العربية قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاء أمة ضعيفة غسل وجهها غسل المكانة ولكن أمة ضعيفة ويتتوى بل حتى أن النجاشي في أرض اليمن كسرى قيصر إلى يستحقرين قاع إلى يستحقرين ما يملي أن إلى يتجا أمة مشتتة ما يمي وغاشيشين الهدف تجتمع خاص غاسن هبال غاسن اللات غاسن العزة القوية كل ضعيف وغاسن شيشين العقيدة رسيخة شين الطموح يعني باشا تسمى يعني أثد لن طموحني أذق الزاقس باشا تيري غاسن يجل القوة إجن المكانة ومع ذلك يسيد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا فيقذك سنجن الروح إجن الروح إلى وجيشي غاسن
فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل ما تسمعوا ما ان العهد قبل النبوه من تجني اعراب الى تزمنازم ذاكاز ضمغاثين الزورو يقرص من الجيل صح مش اكسيا زيت طافينس الزغوري ثمن سبرا الحوايج سبرا والو صح مش ثني ثم ريح فقي الصحراء اسنو سدني تراخ الشار يعجني الجور ضمغاثين نحرق سور تمتع يسيد النبي صلى الله عليه وسلم ان هاتن خمانين الامه اللي غتقبريني تري ضعيفه هزيله لان ميمي هير قالي تحكم خاص النجاشي تحكم خاص كسرى يتحكم تما خاص لانه غاصن شي يعني وتحترم شي ينظم لان الامه ضعيفه الى جاء اللحظه ني ومنزل القران واذا الموؤوده سئلت باي ذنب قتلت ضحى مشني من مكسيد باباس انطرد في الصحراء اعفى انطرد في عجن سماغي جني يقر فالله تبارك وتعالى يوم القيامة اتبعث الطفن باباس اتشكاز كي باباس الله عز وجل واذا الموؤودة يعني من انطرد ما من يوم القيامة سئلت باي ذنب قتلت من ذنب ذقى ضعصى ذقاش الكبيرة ذقاش المخالفة إذا نغاشيني الجن عاد والو إن شاء الله تفغز يماس زقوع ديس يماس يكشيت باباس ما يمي جهول وغصبوا الرحمة والنبي عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم ما دام أنه يرحم شيء حاموشتني فهو أحق بأن الله عز وجل ويترحم شيء إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى من لا يرحم لا يرحم ومع ذلك أمي سيد النبي صلى الله عليه وسلم يجعل زقي الأمة أنه عمر رضي الله عنه إلي جاء مذلول خلينتا في زمن قريش ولكن يوم يسيد الإسلام يعز الإسلام الله عز وجل يعز الإسلام بوجود عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مع أن هرقال دي غناجشنا إلي تحكام قريش ذاك سن عمر يخلد من ميعنا إذا أنت حسين نشوف وسن دقين بالحساب قاع نهائيا لكن إن شاء الله تبارك وتعالى هذه بالدلء الموازين من يجعل الأمة يا الأمة قريش أمة كفر أمة ضلال بين عشية وضحاها في 23 سنة أتحكم العالم ونتيجة لنا من ربها جل وعلا ثم نبيها صلى الله عليه وسلم مزي بنصر الله جل بنصرهم لله تبارك وتعالى وباتباعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر إلى يتسقاد الجيش ينس يقرص نشوفه كني وطاح ميج للقوم وتجيبوا شنكم كني قال ليس عددهم كعددكم بزاف يتسن شي حاجة زاكم شي حاجة يذكم وليس عدتهم كعدتكم غصن السلاح فتاك كني واكم بالسلاح كني وشاء الله غاكم القاوس إلى غير ذلك ف حافظوا على هذه بأن لا تعصوا الله جل وعلا لأن قرص المرة العصيم الله تبارك وتعالى إذا ما الفرق جراكم ثكني ونثنين فإذا يفوق عليكم بالعدد والعدة والغلبة تكون لهم ثنين يغرغر بن ميمي يني استوان قل المعصية إن عصى الله عز وجل إن عصى الله عز وجل والله عز وجل في السنن الكونية أن القوي يغلب الضعيف والكثرة تغلب القلة لكن إلا إذا مر سمعني نبدر الموازين موازين الإيمان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إسقديج الرسالة يهرقل رخاء أمي موث النبي عليه الصلاة والسلام يرحمك الله أمي استحوذ الأمر صافي النبي صلى الله عليه وسلم تسمى يموث يعقب عمر رضي الله عنه ثاني خليفة المسلمين أمير المؤمنين أبي حفص عمر فيزو أذ يظم الشام فيرياسي هرقل إنس من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى كلب الروم مرى يساك يساك الرسالة يثا استجبيوها وإلا أكوغيج الجيش يحبون الموت كما تحبون الحياة ذنن بعض الشعراء إلى تعجيز جن إلى مرغس جن بأن غير الكلام عمر
الى تعجيز الجيل. فلاجل ذلك انتفروا حاليا الروافض الاثنى عشرية الشيعة مرد نيلة صنعوما، فالعدو نسن اثنين ضعوما، نسني للعدو نسن ابو بكرين عثمان الى غير ذلك، لكن الذ يعني العدو نسن عوما ميمي، لان استفاسن الاسلام البلد نسن استخصياصن النار نيرا عبذنت، لان بلاد المجوس ايران الى عبذن النار ثم امي يدفنت رضي الله تبارك وتعالى استخصياصا الرب نسن وهو النار، فقيم ذاك سن شعر رعافثني قور نسن. إنك يا من رأى عمرا تكسوه بردته فوق ثينس خيض ذاك ارقيعا، يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت لقم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه. ميزي تخشى ملوك الروم عمر سودين سجاضي الطس عمر غسقيضون عمر وغسوالو ميزي، لان تكذن عمر رضي الله عنه وارضاه سمين غزقور سالايمان سالايمان، تكذن عمر بنصره لله جل وعلا وستهمش انت الامر ياس عمر يتهم ياس الامر الاسلام انصر الله عز وجل الاسلام لان غسيث بابنس. فلاجل ذلك ان النصر مع العزة، وان النصر وتري الا ما ننصر الله عز وجل. ويجل الكلام عمر رضي الله عنه، الكلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنك من كنا أدلاء إلى الجمذلولين فأعزنا الله بالإسلام، ها العزة لقي الإسلام، ومن ابتغى العزة جزاك الله خير، ومن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله، ومن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. إذا من هذا المزمة ديري عزيز الأمة وزمة ديري عزيزة إلا مرة نعقب كل شيء ذنغ، ماشي نلقى بأن شيء فغز الدين حاشا حاشا، لكن إخسان غنعقب الدين أن بحث الدين النغ مليح، أن نطبق الدين النغ على أرض الواقع، على أرض الواقع أن نطبق الدين قضاوة النغ قيخف النغ قيل أهل النغ أكجوار النغ، لأن من المستحيل أتت اثنين جوارن وساورن شيقية ويا 25 سنة، أمر لا يعقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرك مرم موثن اثنين وذان وسيرن شيقية ويا إجي المدة معينة عام نغشان ثم موثنا من إلا أدخلهم الله عز وجل النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقرك يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما البادئ به السلام. وخاشك خاك مثل المخالفة أقوى الجينك أذكار هذا الجينك صنف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما وخصشيتي نيد الخير نيوذني حسن زقي وذني وفكون شك حسن زقي وذن نعق حسن زقي من هذا مني البادئ بالسلام. والحمد لله الإنسان من ميقى السلام عليكم وماس ماشي تيجا غصدا نيغي وطياس فوسيك السيت نيغي وطياس نيغي تسمى الضاغر، لا اقرا السلام عليكم ورحمة الله اقر فاقف الملك اقاك الحسنات 10 30 60 100، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. غنغذنين النموذج جي النصر ذي العزة نغ النصر ذي الخذلان، غنغذن النموذج جي غزوة بدر غزوة بدر ومي قال غزوة بدر ومي أول مرمي مساقان تسمى جنود الشرك وجنود التوحيد في رمضان. فالله عز وجل من أين غينا القرآن ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أوغاكم للسلاح بزاف أوغاكم للمكلة حتى ننبي أن إلذين درت 114، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربي لي تدعى انهم حفاة وغاسم بوي هكذا، ف
فاحملهم عراة وغاسن بوار وذقع، فاكسوهم جياع وغاسن بالطعم فاطعمهم. ومع ذلك الجنود من الشرك القريش انه الى جان الف نيغ قل شي حاجه 900 وشي حاجه نيغ الف، وذي نبو المشكل ذا الفرق جران درت 114 وغاسن بو السلاح وغاسن بو العدد وغاسن بو الخيول ينضن السن سن سن تتن غاسن عروض غاسن الادروع، ولكن ان صريف الله تبارك وتعالى من ينصرهم؟ الله جل وعلا. مي لان فغن المواجهه باش نصر الله تبارك وتعالى، وكان حق علينا نصر المؤمنين. فالله عز وجل هذا وعد من الله تبارك وتعالى، وهذا يعني وعد من الله تبارك وتعالى انه سيحققه. اذا ما دام انهم نصر الله تبارك وتعالى فكان وعدا عليه وحقا عليه جل وعلا انه ينصرهم. ولكن ذو وقع بعض الزلات جي باش نشي انا اعتبر، لاني خصني غنسني جن اجل مساله، وهو عالم الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وقد نفع الله عز وجل بهم الامه والعباد، انه عالم ماشي معصوم. بمعنى ان ابو بكر رضي الله عنه ماشي معصوم، عثمان عمر ماشي معصومون. من يتجد المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء، اما الصحابه ماشي معصومون. فاذا ما لو جيبوا معصوم فمعرضين الخطا، معرضين الصواب، معرضين الاجتهاد، معرضين تمقليتين اذقشين عشي المخالفات. اذا لولا اتبو غاسن بو المخالفات اتبو خليشي وزمان سن بعض الاحكام، فشاء الله تبارك وتعالى انه اذير يخلي ذاك سن اثنين بعض المخالفات باش نسن القران مخصص يعالج مانيني. لكن هم الصحابه وجيبوا معصومين فرادى، يعني عمر ماشي معصوم، ابو بكر ماشي معصوم، لكن الصحابه بس المجموع نسن ما رجمعش حاجه يتيري معصومين، لان الصحابه وتجتمع شيخ الضلال وتجي قاخذناش يقات النبي صلى الله عليه وسلم يقال لا تجتمع امتي على ضلال. فما دام ان لا تجتمع الامه على ضلال فالاجتماع الصحابه هو معصوم بحد ذاته، وهذا باخبار النبي عليه الصلاه والسلام. اما بشنيني بان ابو بكر معصوم يا عثمان الا، ولكن ما اجتمع نقش حاجه تيري معصومين. الله تبارك وتعالى يبين نغبي ان الامتنان يمنخ نغبي ان ولقد نصركم الله في بدر، ولقد رزق الله ببدر وانتم اذلة. ثم إن نغيجن الآية نظن لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، يعني انصريشكم لبعض الغزوات لبعض المسائل، ولقد نصركم في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أنه يوقع نجل المخالفة زي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي خصكم أتقيم ذا جي أحد أتقيم ذا خيج النوع خيج الجهة الجبل فانسنين نعم فانسنين أمي زرين بأن أمشغرني يعني أبحن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يزني نيني الناس مكني وقيم خل الجبل نوبح قيم مذين نهازم قيم مذين حاصل والأمر النبي صلى الله عليه وسلم مين قيل اثنين؟ نلقى قودي ما دام نوبح اوحن هو خلين شني. ولكن الله عز وجل يعاقب اثن انه يعقب النصر للهزيمه. مي سلموا خالف النبي عليه الصلاه والسلام، ثم تاب عليهم الله جل وعلا. المهم انه اغسلت القضيه فينا ان النصر والعزه والتمكين اوتين الا ما رنطع الله جل وعلا ثم ما رنطع النبي عليه الصلاة والسلام. انتقل يجي الكلام الضن وهو الكلام بعض الجهلاء بعض نيوذان انه السين خليات قنروضو انسين السوارن العلماء الدعاة الى غير ذلك. ثمن بين الاسباب ضعف الامة ميمي، لان الجهلين من ميساوان العلماء نيغ اولياء الامور نيغ في النساء ذين غاسن بعض نيوذان تبعن فن، لان نيوذان جان نيوذان جهلاء
قال سقى ويس نادي السيور صافي واد العالم واتخذ نجد العالم. إقرص ابن باز رحمه الله تجيبو ذا العالم. إقرص ياك إقرص واه إقرص سبحان الله شنو وذا يتغير شي لا نشتغل إلى العالم. حتى اني غاسي يجن نعانض ان يا قودي الشيخ الفلاني ذا قرطوبي ذا قرطوبي قاوني يومي ذا قرطوبي اقا تواردات كفيري غاسن شين الافكار غاسن اني غاس ذا قرطوبي ايه من يعني قرطوبي وا انك القرطوبي غاسي يجن التفسير قاش كنت سيبو القرطوبي ناس القرطوبي سناخ ولكن غاس التفسير ايه من يعني القرطوبي وا انت حتى هما يحقق ذي سيزو اديني قطب ذي الفرق جرى القرطبي القطب ني اس واخا العلماء اني اثنان خل القرطبي تفسيري ناس الى غير ذلك انك يجيبوا العلماء وتجيبوا العلماء هو غاس العلماء ينس انه تستدلنس القرطبي احكام القران ايوا سبحان الله قنا يا قنت مكفين انت قوزك تستدلن شيء نسين انت ما انت باش تسلم بان ملادم يستنشا انت يتبعوها اني ناس قطب تسميك سيد القرطبي صافي ما عليك شي اني ناس لحميتشا تبي الناس لحميتشا ما عليك شي ناس تبي الناس يعني اتبع لكل ناعق يوذان صنف قناصيه ليش المينيقة القراص لا كان يوم مسؤولين امام الله جل وعلا من هذا ميكس سوي السوار شيء قيوم الضن والله تبارك وتعالى قالك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا يجن قراءة ميتا ميتا يتيري يموت تيري يموت من هذا يموت هل شيء يجن الزقن غيزو يعني زما ذيش أكشم من هذا وزما تعافون أنفس إنك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا يعني يموت يجن الآية نظن نقيجن رواية القراءة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا والميت يتيري عذدة ولكن عذدة مثل أمو قدس إن الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام إنك ميت إلى عدم موت شاء ولكن إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنهم يوم القيامة عند نعم ثم انكم يومئذ عند ربكم تختصمون. فالميت ذي الميت سواء ادى سواء يموت. من يعني الزاق نقشين يجن يسمى يزما ذيش اكسو من منادم ويزما. ومع ذلك المنادم مرمي سوى رقوما سمسرم انه يتسكسون. ولو انه ويشعر شيء. فكذلك يوم القيامة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقرأ اسم يوم القيامة اذين الله عز وجل يسوى نقيوذان كله حيا كما أكلته ميتا كله حيا كما أكلته ميتا يوم القيامة ماذا يحازن شات السورة في العالم ماذا يحازن شات السورة في منادم مين شات الشغل منادم سندرع يوم القيامة مين ذي جرايك يسنش إذن منادم يخسس ديسن بأنه مسؤول يوم القيامة وخ النبي عليه الصلاة والسلام إنك دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة أما إني لا أقول أنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين لأن الفتنة مرمي يوذاني سون قد دعاء العلماء إلى غير ذلك تبع أنت يوذان الضن يوذان الضن أو تبع أنت ما يوذان الضن إلى غير ذلك يتوقع الانكسار الأمة يتوقع جن الذل يتوقع جن البعد دين الله عز وجل ويخصنا غسن بأن كل أمة سواء أمم أهل الكتاب اليهود النصارى المسلمين نغ المجوس من مذعنا كل أمة غسي وذانين تعتزن الماضين سن ثم تحترم من الكبار سن ثم تحترم من يوذان سن فمرم نذم مرم سلم وتحترم شيء إذن العلماء ينسينجي أحيوا الملة تشنج الحياة الدين فلا شك أن يتيجن الضعف الهوان بسبب المنايا لأن أي واحدة في الشذقي العلماء أي واحدة في السورقي العلماء أي إذن ثم أي واحد يتف أتف ثم يتطاول
على عرض العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبغض الرجال، إن أبغض الرجال الألد الخصم، ذاقس الخصم، ذاقس قنص مرخينيو إذا سقم. يعني أقومي أق العلماء، أق الدعاة إلى الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام إجن هاي عذاخي جنظر، خي جنظر يوفي الجن قل عذاب. فإن هذا كان يأكل لحوم الناس، إن هذا كان يأكل لحوم الناس، أقضي العذاب. إن السبب حتى أمي أقضي العذاب هو أنه إلي تتكسم نيوذان، إلي السور جيوذان. فما بالك سلحوم العلماء وأحمد بن حنبل وغير أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قال لك اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، اعلم أن لحوم العلماء مسمومة. بل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه إنك جنها استشهد رجل منا يوم أحد، يعني يوم المعركة، لعلي أختم بهذا، أنه يوم أحد أنه استشهد، يوقع الشهادة، فوجد على بطنه صخرة مربوطة، غاشي يجو زرو يشدد وقعد سينس، وقل لحظة أني رمرمتي لذاك سنجوع. والنبي عليه الصلاة والسلام أنه خلي انتي ليتشد وقعد سينس أزرو ميمي بسجوع. وبه أثر التراب، فجعلت أمه يماس تمسح التراب عن وجهه، تمسح التراب عن وجهه وتقول له هنيئا لك، هنيئا لك بالجنة. ياسين النبي عليه الصلاة والسلام إنس وما يدريك وش منان بأن ننتقل الجنة، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. أنه يروي رمت شيرو ظوني غزات جيثني، ولكن يستورق الأعراض نيوذان، يستورق الأعراض العلماء، يستورق أعراض الدعاة، يستورق يثماس سيثماس أي واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نشمين من أضحى تكفر العالم، ني غاتسكفاغ منادم، ني غاتسكفاغ الأمة، مين ذا يجار نزل؟ أكيد، قوم كان تسكفاغ هذا الدعي حسين. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، وأن يلهمنا رشدا، وأن يزيدنا وإياكم حرصا على اتباع كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.